يا صيدنا يا سقفك المفروش غناني الفضا من صوتها مطوش كرومك لخير الكون بحبوحة أهلك سجر بالأرض شك شروش نجومك عنا مسطوحة غيومك كتابك بالسماء مفلوش وديرك خوابي عطر مفتوحة لملايكي بتنزل عليه جيوش وبرج الجرس برج الجرس بالدير الدوحة بإيد الصخور العالي مكموش كاسك يا ضيعة طايرة شو نص الدنيا بجناحها بتحوش كل ما تنحنحتيش نحنوحة كل ما تنحنحتيش نحنوحة. صباح الخير زينب. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلتنا الصباحية بلشت كالعادة يوميا عبر شاشتكم الصغيرة بمواضيع بنحاول من خلالها نلامس الشارع السوري ونكون راب من الناس ونقدم لكم المعلومة المفيدة. أكيد بالبداية نوجه تحيتنا دائما لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. وعن جديد مرة ثانية بدي أقول لك صباح الخير. يسعد صباحك عن جديد نور، وصباح الخير لكل مين عم ينضم لرحلتنا الصباحية لليوم. إن شاء الله هالنهار يحملكم كل شيء حلو ويحملكم هيك فرج على كافة الأصعدة والأمور، وإن شاء الله بالتوفيق لكل حدا عنده أعمال لينجزها لليوم. أكيد صباحنا فيه كتير من الخبريات من كل المحافظات السورية وأهم الفعاليات، لكن قبل ما نبدأ برحلتنا الصباحية في عنا أكيد جولة على أهم الأخبار المنوعة والمفيدة بالتقرير التالي. معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بغرابة الأشياء ويمكن طرافتها. هل تعلم أنه يتمتع الأشخاص الذين يضحكون كثيرا بصحة أفضل من غيرهم؟ وهل تعلم بأنه يستطيع مخ الإنسان أن يسجل أكثر من 5 أضعاف من المعلومات المسجلة بأي موسوعة؟ وهل تعلم أن الكسل وقلة الحركة تؤديان إلى الموت البطيء مثل ما يفعل التدخين؟ وهل تعلم أن المخ يستهلك نفس معدل الطاقة الموجود في مصباح كهربائي بقوة 10 واط؟ وهل تعلم أنه يفرز جسم الإنسان حرارة كل 30 ثانية وكافية لغلي لتر ونصف من الماء؟ وهل تعلم بأن أحماض المعدة الهيدروكلوريك قوية لدرجة أنها تحلل شفرات الحلاقة؟ أخيراً هل تعلم أنك إذا ضحكت فالضحك أفضل علاج للاكتئاب؟
بعد هالمعلومات عفوا زينب، خلينا ننتقل لتقريرنا التالي. يمكن كثير منا بنستخدم الكركم بالاكل، بس له كمان فوائد صحيه مهمه، خلونا نتعرف عليها بالماده التاليه. فوائد الكركم تكاد لا تعد ولا تحصى، ويستخدم لعلاج العديد من الحالات الصحية، وأهمها مضاد قوي للالتهابات. فقد أثبتت الدراسات أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات، ويساهم في علاج الصدفية والتهاب المفاصل والربو ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، ويحفز جهاز المناعة ويساعد في التئام الجروح، بالإضافة لمحاربة السرطان، بحيث إن ملعقة صغيرة من الكركم تساعد في الوقاية من العديد من السرطانات ومقاومة الأورام السرطانية، بل وتدمير الخلايا السرطانية لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية. ومفيد أيضا لصحة الكبد، ويزيل السموم من الجسم، ويساعد في إنزال الوزن وحرق الدهون ومحاربة الزهايمر والسيطرة على مرض السكري، ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة لفوائده التي تساعد على تعزيز صحة البشرة وجمالها، وتقوي الشعر وتعالج حب الشباب. زينب، يمكن نحن خلال شغلنا وبحياتنا اليومية نتعرض لكثير من المواقف بتستفزنا، قديش بتقدري فعليا وانت شغلك بشكل يومي تضبطي نفسك، ما تقدري تعصبي، وبرنامجك كمان مع الناس، يعني في كثير من الناس مثلا بالشارع كمان هن بيكونوا مضغوطين، بيعبروا يمكن بطريقة غير صحيحة لإلك. أنا بحس نور إنه ضبط النفس بده طاقة أكثر من إنك تفرغيها لإنه يمكن التعصيب أو يمكن إنك تحبسي بقلبك، بده طاقة لتسيطري على حالك وتكوني كثير ردود أفعالك باردة وتستوعب الموقف. بس هي يمكن مع الوقت والخبرة والعمر بتلاقي الواحد بيصير مسيطر على نفسه، بيقدر يضبط أعصابه أكثر، وبيقولوا لك المؤمن هو اللي بيمتلك نفسه عند الغضب. قديش اليوم ضمن الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها، يمكن كثير من الناس هلا بتلاقيها معكرة، أي شيء بيعصبها، قديش فينا اليوم نضبط نفسنا، تكون ردات فعلنا تجاه أي تصرف ضمن المعقول، ما نعصب بطريقة غير اعتيادية أو تأثر على المحيط أحيانا، لأنه بحالة الغضب بنقول كلام جارح ما بنسمعه بهي الحالة، بعد فترة بتلاقينا عم نراجع نفسنا وعم نقول يا ريتنا ما قلنا هيدا الحكي أو ضايقنا حدا من العيلة. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع، يمكن بهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا، مع الأخصائية الأسرية الاجتماعية هناء نيازي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباحكم رواق إن شاء الله يا رب. إن شاء الله عطول صباح الفل. يعني عم نحكي هناء عن موضوع كثير مهم، وخاصة هلا عم نشهده بالمجتمع، العالم صاير خلقه ضيق، عم تعصب او يصير في ردات فعل كثير يمكن قويه من بعض الناس، ما عم يتحملوا بعض. بهي الظروف، بهي الحاله اللي نحن فيها وبهذا الوضع اللي نحن فيه، خلينا نعرف اول شيء الغضب والانفعال السريع كيف عم بيكون له اثار سلبيه، وخاصه دائما بيقولوا يمكن الغاضب هو اللي بيغضب بسرعه او بينفعل بسرعه هو احمق، قد ما هو طيب القلب بس هو احمق، يعني من يعني بيتصرف تصرفات رعناء احيانا لانه ما بيفكر كثير غير بلحظه غضب. هلا الغضب هو حالة انفعالية طبيعية صحية، ولكن أحيانا بيكون الغضب بالآثار السلبية اللي عم نحكي عليها. نحن للأسف نحن ما بنعرف إنه يعني ما الكل عنده فكرة إنه هيدي الغضب هي أحد المشاعر الأساسية عند الإنسان والطبيعية، يعني إذا حدا ما بيغضب فهو حدا مو طبيعي، تمام؟ اصلا هي حاله لحتى نحصل على حاله التوازن النفسي، لما بنمر بظروف ضاغطه، لما بنمر باساءه، لما بنمر بشيء بيشعلنا بالاحباط، اذا ما عبرنا او من انتقاص من حقوقنا، اذا ما عبرنا عن هذا الشعور بوقته، فهي للاسف في لها تبعات نفسيه، حتكون في تراكمات حتخلينا من بعد منا تطلع نوبات الغضب بالشدة الأعلى من الموقف. يعني الغضب بيكون كتير طبيعي لما بيكون بيتناسب مع الموقف ومع
حتى كميا، يعني حتى كمية الغضب وطريقة الغضب، طريقة تعبيرنا عن الغضب لما بتكون مناسبة فهو صحي جدا. لكن إدارة الغضب هيدا اللي نحن لازم للأسف غايبة عنا، فنحن كرمال إنه ما بنعرف ندير غضبنا فهيدا الغضب بنسكر عليه نحن وبنكبتها. وكثير بسمع من الأمهات يعني إنه بلع لما بيكون الولد معصب وضايج عم يعبر عن شيء. هذا البشع يمكن اليوم انت ما بتعرفي شو يعني كلمة ابلع، يعني هي عم تخنقه فعليا فعليا، خصوصي اذا تم التهديد من حدا اكبر منه كمان، فهو حس انه هيدي المشاعر لازم تتسكر. هون وين المشكلة؟ يعني في انواع للغضب يمكن مثل ما قلنا تراكمات نفسية بتطلع، مواقف احيانا بيطلع ردة فعل موقف كثير تافه تمام. بس هو تبعيات لتراكمات سابقة تمام. بس في نقطة اشرتي إلى كثير مهمة، هي طريقة تربية اللي سابقا كان انه كيف بتربوا اولادكم، ابني ما بيعذبني، ابني عائلي بيسمع الكلمة، هي التربية المثالية اللي بتبحث عنها كل ام، للاسف احيانا بتكون فيها اخطاء كبيرة ومنها مثل ما قلتي ما بيقدر الطفل يعبر عن غضبه عن مشاكله، ممكن يعني حتى كلمة بلع انه تحسي ما عم تتعاملي مع شخص كانسان تماما كريبوت او هو كآلة، فانت بكبسة زر بيخليه يسكت وكبسة زر بخليه يحكي تمام. هلا انواع الغضب اذا بدنا نحكي عنها هي بترجع كمان للتربيه ولاليه تعبيرنا عن الالم اللي جواتنا. يعني تخيلي حدا موجوع وتقولي له لا تصرخ، نفس الشيء الغضب، في شيء مقالمه فهو عم يعبر عنه بطاقه، وهي الطاقه اذا كانت صح فهي كثير انه بتساعد انه يكون في هيدا التوازن. فلما بنعبر عنه صح احيانا اثناء التربيه الاطفال بيخضعوا لادوات تعبير عن غضبهم متعددة، منا البكاء مثلا، منا أحيانا أنه ينسحبوا عن أنشطة اجتماعية لأنهم ما بيقدروا يعبروا عن غضبهم، ممنوع، بيكسروا الصورة النمطية اللي الأهل شايفينها فيهم. أحيانا شيء من الأذى، أذى جسدي أو أذى مادي، صراخ، تكسير إشياء، كل هيدي الآليات اللي نحن اتبعناها تعلمناها او اجبرنا عليها اثناء طفولتنا بتستمر معنا للكبر وبنعبر من خلال عليها. لما من خلال غضبنا بنحصل على اشياء اضافيه، آلية سلوك يعني، فانا بعتمد الغضب وسيله لتحقيق غاياتي. عكس نقيض، يا يعني هي يا اما كبت الغضب او لا، حاله من الغضب، حاله انفعاليه، انا بعبر فيها عن وجعي، بيتم الاستكانه والرضوخ من الطرف الثاني. فهون انا بعتمدها آليه لحتى افرض سيطرتي على الاخرين ونفذ اللي بدي اياه. فنحن كيف تربينا وكيف نحن تعلمنا دماغ الانسان كثير دقيق بهيدي المواضيع، يعني كيف الآليه اللي بتريحه بتوصله للي بده اياه لذاته او للقبول من الاخرين، فبيعتمد اليه حياه معه. نعم. طب خلينا نحكي شوي، بما انه يمكن في كثير دراسات حول الغضب او الانفعالات، وخاصه انه حسب الموقف عم تقولي، امتى ممكن الشخص يرد مثلا او يقدر يرد او يكون غاضب يعني بموقف معين، تكون الرد متوازن؟ لانه احيانا عم نشوف هنا الناس عم يتعلى صوته بحديث عادي، يعني عم يعلى صوته ويغضب وينفعل بحديث عادي بدون مبرر، فامتى لازم يكون في توازن بين الموقف ورد الشخص؟ هلا اول شيء نحن نشوف انه امتى الغضب بيكون بنسبه عاليه. على الاغلب بتكون انه بيكون الغضب بنسبه عاليه لما بنكون عندنا توقعنا، يعني انا لما متوقعه من حضرتك سلوك معين وبانيه عليه بتخيلاتي كثير من الامال بتفاجئيني انت فيها، فانا سقف توقعاتي احبطتيها، فبتكون رده فعلي عنيفه. الحالة المزاجية كتير بتلعب دور يا جماعة، مشان هيك بتشوفوا ردات الفعل الغير متوازنة. الحالة المزاجية إلنا تتحكم كتير بردات فعلنا. الأحداث نفسها الأحداث، أنا وياكم كل حدا في إله ردة فعل حسب مزاجه، حسب هل هو قدران يكون بحالة رايقة أو لا، بحالة مستثارة، في احتياجات غير ملباة عند حدا منا فبتكون ردة فعله أعلى. يعني مثل ما بيقولوا لك أحيانا القشة التي قسم ظهر البعير، يعني بتكون الأمور كتير مسكرة معه وكملت معه بهيدي القصة. فهي التوقع والحالة الانفعالية، أحيانا الحدث نفسه، يعني أحيانا الحدث
يستدعي، يعني انت لما خطر بسيط يعني مثل حدا اخذ لك ورقه، مو مثل اذا حدا زاحمك على مكانتك بالعمل، او مثل اذا حدا ضايق لك ابنك مثلا، شخص بيعني لك، فانت رده فعلك حتكون ابدا ما لا نفس الشيء. طب قديش فينا اليوم، يمكن في كثير من الناس عم تسمعنا وعم تقول كلياتنا مرينا بظروف قاسيه، يمكن بالحرب، ما في حدا بيت ما فعلا مر بظروف صعبه، قديش فيني انا اضبط نفسي، يعني انا اتحكم بغضبي؟ هي المشكله قديش قادر اليوم انا اتحكم بهيدا الغضب، قديش بكون حكيم؟ يمكن هي مع الوقت والعمر والخبره، احيانا هلا مثلا بتطلع يعني كنا نزعل على اشياء من 5 سنين هلا ما بقى ضايقنا، كنا مثلا نعمل ردات فعل نعصب على امور هلا بنقول انه كيف كنا نعصب عليها، يعني حتى هي المرونه او الخبره او مع الوقت طريقه التعامل مثلا والاندماج مع المجتمع كمان نوعا ما بيساعد بطريقه معينه بضبط النفس بالغضب. هلا اذا مرونه بيكون كثير ممتاز هذا الحكي، اذا تعلمنا مهارات للتعبير عن غضبنا بيكون كثير منيح الحكي، ولكن بس ما تكون ترتيب اولويات انه خسرنا نحن من قبل كثير شغلات، فهلا عم نحاول نكون اهدى كرمال نكون اقل خسائر، فهذا كمان ضاغط على فكره، عشان هيك بتطلع احيانا انه بوقت غير مناسب ردات الفعل. هلا لحتى نكون نحن ردات فعلنا صحيحه، اول شيء بدي اعترف انه الغضب هو صديق لنا، هو اليه تفريغيه كثير منيحه لصحتنا، هي نقطه. النقطه الثانيه انه مو المشكله بالغضب، المشكله انا كيف بعبر عن الغضب. اهم نقطه اني انا اكون واعيه، اني انا حسيت حالي بلشت اعصب، يعني انه عرفتي كيف لما بتكون المشكله بلشت، فانت استشعارك واستبصارك انه بلش في شيء جواتك داخلك، هل هي طرقات قلبك، نفسك صار سريع، اطرافك صارت مبوظه شوي تماما، حسيتي بحالة انفعالية، حتبعدك عن التوازن، بمجرد ما انت تقرأي حالك انه انت انا بلشت اتوتر، انا بلشت احس بالغضب، احيانا تحسي هل هو توتر، هل هو غضب او وراه خوف، هي نحن بنسميها الاليات النفسيه تماما. لما انا بحدد خلفيه الغضب، يعني مثل انت عرفتي الشعله السبب لهذا الغضب، يعني مثل انت شميتي ريحه حرق، فانت بدك تعرفي هل هو كهرباء او هو غاز لحتى تقدمي الاستجابه الصحيحه، فهمتي علي كيف؟ فانا اني احدد شو وراء شعور الغضب اللي انا بلشت احس فيه، هيدي كثير مهمه، هي تسميه المشاعر، تحديد مصدرها. احيانا كثير من مشاعر الغضب في وراها خوف، اغلب مشاعر الخوف هي تفكير وموجودة براسنا ولكن ليست حقيقية، يعني ما لها بالنسبة والشدة اللي هي على الواقع. فأنا بمجرد ما أعرف أنا غضبانة لأني خايفة مثلا، خلينا نقول مثلا على مكان العمل أنه أنا حاسة بالتهديد من حدا، بس لشوفه أنا بكون بقى بلشت عصب وبلش يطلع خلقي ويعلى صوتي، بمجرد ما أعرف أني أنا يمكن خايفة من تهديده أنه تأخذ مكاني بالعمل، طيب بحسبها خوفي، هل المقومات هي قادرة تكون، هل أنا في تقصير بحيث يكون في مستمسكات على إخراجي من العمل، هيدي كلها آليات تفكير نحن عم نشتغل فيها وممكن تكون سريعة. فبحس إنه لا، مخاوفي مبالغ فيها، مجرد ما أحس إنه مخاوفي مبالغ فيها فشي جواتي بيهدى تمام، فبحس اني انا قادره اسيطر. مثل انا بشبهها العداد تبع السياره، لما بتشوفي السرعه لوين وصلت فبتعملي استجابه انك تهدي شوي، فبتقللي من المخاطر تمام. قراءه المشاعر احيانا حكيتيها حضرتك بالمقدمه انه نكون اهدى ابطا، يعني كيف بدنا نكون اهدى وابطا وقت الموقف لا يستدعي الصوت العالي مثلا؟ احيانا فينا نعلي صوتنا بمكان، بس في مكان ما فينا نعلي صحيح. صوتنا في مواقف مع اشخاص ما فينا، خسائرنا بتكون اكبر بكثير تمام. فانا كيف بدي اضبط حالي بهيدي المرحله؟ هي تشتيت الانتباه، يعني انا ببطل ركز على الفكره المزعجه اللي ضايقتني، بشتت انتباهي باي شيء، احنا بنسميها تمارين اليقظه الذهنيه. يعني بمعنى مثلا بلشت احس حالي اني انا توترت، بلش مثلا بتطلع بعد الشجر، بعد عدد الاشياء اللي لونها ازرق مثلا، فانا هون شتتت انتباهي عن الموضوع نفسه أساس. ودماغك كثير مستجيب، يعني دماغك بس اعطيه اول الفكره وبيمشي فيها، ان كان غضب. هلا احيانا بيقولوا لي لا ما بنقدر نحن، نحن خلي التجربه هي اللي تعلمنا، هي مهارات، يعني مثل اي مهاره بنتعلمها بحاجه لتدريب مبدئيا. ثاني شغله لما بنكون نحن تشتيت الانتباه، تحديد مصدر ال
الغضب وتسمية المشاعر، في عنا التنفس الاسترخائي، يعني أنا اللي كتير بحكي فيه لأنه هو فعلا بيحافظ على الحالة الانفعالية داخلنا. يعني بجوز نحن منتلبك قبل إلقاء كلمة، نتوتر، منخاف، منغضب أثناء الفحص، يعني كل هيدي لما بناخد نحن التنفس فنحن حافظنا على الهدوء الانفعالي جواتنا، معناتها تشتيت الانتباه، تحديد المشاعر، التنفس كتير بيساعدنا لنحافظ على هدوءنا. ما نعمم الفكرة أو نسترجع كتير مواقف مؤلمة حصلت معنا بتشبهها، فبيكون الانفجار هي كتير شاطرين فيها. هي آلية تفكير ونمط نحن بنعتمده، فهدول الأدوات إذا تدربنا عليهم نحن شوي منحافظ على هدوءنا. هلأ حضرتك سألتيني سؤال إنه كيف أنا أقدر أعبر عن ذاتي وعن مشاعري بطريقة أهدب. أول فكرة إني أنا أعترف إنه هيدي المشاعر، خصوصي إذا حدا استفزنا يعني من برا، هلأ في غضب داخلي وفي غضب عم يتم إسقاطه علينا، يعني فهيدا الغضب اللي من الخارج كمان نحن أحيانا منتناغم معه وكمان نعتبره آلية لنفرغ اللي جواتنا. فالشخص الغاضب أكثر شيء ناطر منك إنك أنت تحسي إنه هو غاضب، إنه هو معصب. بكفي إنه نحن نقول له إنه حاسس او حاسه انا انه عن في حاله من الانزعاج انت عم تحس فيها، فمجرد ما انت اعترفتي بمشاعره انت خففتي نسبه الغضب. ما هو عم يعيط ويصرخ ويعمل لحتى يأرجيكي انه هو قديش كم الوجع اللي جواته. نعم. ثاني شيء ما نفوت بقصص يعني ما اطرح عليه اسئله بهيدي الفتره، لانه غياب الوعي لما بيكون الغضب مشتد ونسبته عالية للأسف فعلا بيكون في غياب للعقل الحكيم. نحن بنسميه عقلنا موجود وشغال معنا عم يعطينا تجارب وخبرات مؤلمة وآليات لنفرغ، ولكن عقلنا الحكيم بيكون مغيب. فكرمال هيك بيقولوا لك لا تبني، يعني لا تحكمي أو تعطي وعود، لا أنت وفرحانة ولا أنت غاضبة. ليه؟ لأنه عقلك الحكيم ما بيكون عاطيك المنطق والحكمة اللي بتناسبك. فللأسف بنكون نحن أحكامنا على الآخرين قاسية، قراراتنا صعبة، من بعد منا بيكون ندم. فأنا لا بسأله ولا بجاوبه. نعم. تنين لا سؤال ولا جواب. إذا طرح الأسئلة وشد علينا معلش بس نكون أهدى وأروى، نقدر نحكي مع بعض ونتفاهم برواء أكثر. الاعتراف بمشاعره، عدم الخوض بنقط أساسية وعدم التعميم، يعني أنا ما بفوت على التفاصيل وما بكون لما بكل هيدا الكلام اللي أنا عم أحكي بدي حافظ على هدوئي واتزاني الداخلي لحتى المشكلة تكون أقل ضررا، يعني أقل ضررا. هي النقطة اللي هلا خلينا نحكي شوي، بما انه ذكرتي انه كمان الطفل من الصغر ممكن ياثر على شخصيته ويكون شخصيته يا اما يكون منفعل انفعالي جدا بحياته او غاضب جدا بحياته، مثل ما بيقولوا عصبي بين قوسين. كيف فينا ندرب الولد الصغير حتى يضبط نفسه؟ لانه هي كثير مهمه لتشكيل الشخصيه. طبعا طبعا، حتى يعني هي بتسهل مهام التربيه للام، وحتى مثل ما تفضلتي بتحافظ على شخصيته للطفل لبعدين. بس يمكن عم المشكله عم نشوف الاهل هلا اللي هن بيستفزوا اكثر من اطفالهم، يعني كميه الغضب اللي تقع على الطفل هي المشكله غير التعبير. يعني عم نشوف يمكن بسبب الضغوطات النفسيه والاقتصاديه دائما التفريغ عم يكون على الاطفال، يعني دائما بتلاقي الاهل عم يكون مثلا احيانا بتتفاجئي بتكون يمكن مرق الطريق تلاقي ام عم تعصب على ما عاد في هي الاسس الضوابط حتى عند الاهل. صح. مش فقط عند الاطفال. صح. هلا في انماط بالشخصيه، هي الشخصيه اللي عندها رده الفعل الانفعاليه عندها عاليه وبنشوفها عند الاطفال وعند الكبار، ولكن طريقه تعاطينا مع هيدي السمه بالشخصيه كثير بتلعب دور، يا اما تخليها اوفر او بتخليها ضمن الحدود الطبيعيه. تمام. رده فعل الاهل وعدم استجابتهم لمشاعر اطفالهم للاسف كثير بتعمل كبت، وبتعمل من بعد منها نوبات غضب غير مكبوته. عدم قدره الاهل على ضبط نفسهم، طبعا انا لما بكون مضغوطه وتعبانه ومالي رايقه فطبيعي ما اقدر اتحمل الطرف الثاني. لكن حتى هيدي الاليه اني انا اعبر لاولادي انه انا بهيدي الفتره انا كثير تعبانه، فرجاء بدي فتره لارتاح لحتى ارجع وكلياتنا بنمر فيها،
مو بس اي يعني كلياتنا بنمر بهيدي الظروف الضاغطه، ولكن آلية تعاطينا معها وانه نحن نفهم انه نحن طاقتنا النفسيه والانفعاليه فللت، فانا كيف بدي فرغ؟ تمام. ممكن زياره لطيفه مع اصدقاء داعمين، ننتبه كثير على علاقاتنا الاجتماعيه بهيدي الفتره، اشخاص لطيفين، اشخاص بنقدر نكون معهم على سجيتنا وعلى حقيقتنا بذواتنا الحقيقيه، ما فيها تكلف، لانه بهيدي الفتره للاسف في عنا كثير من التكلف، والتكلف كمان بيعمل شيء ضاغط نفسي. فكيف انا اشرح لاطفالي اني انا لما بكون مضغوطه شو الاليات اللي بعتمدها؟ صح على قلبك. يعني اكيد نور الطفل كمان بيتاثر بمحيطه مثل ما قالت هناء، وبياخذ من الاهل ومن المجتمع كمان حسب تربيه الاهل، بيتاثر هن بشخصيتهم ايضا. كيف بعلمهم اليه التعامل مع الغضب؟ هي اخذ النفس، تحديد المشاعر. لازم الام تدربه للطفل هاي القصه. اذا بتدربه كثير منيح، ولكن اذا بتأرجيه وبتتدرب معه بيكون الوضع كثير ممتاز. نعم. كثير ممتاز. كثير من اولادنا بنحاول نحن نعطيهم المعلومات، ولكن المعلومات لما بتكون هيك نظريه ما لها اي قيمه. بس لما قلت اهله، بس لما بارجيهم اياها بطريقه عمليه وبارجيهم اثر الهدوء النفسي والاستقرار. يعني هلا مثلا انا كثير بشتغل مع الامهات، مين اكثر حدا بقيم الامهات على هدوءهم ورواقهم؟ اطفالهم. انه ماما انت صايره ارواق، شو صاير؟ فهو حاسس الطفل تماما، حاسس بالاليه اللي هي بلشت تتغير معه. نعم. صح على قلبك. هنا يعني اخذنا هيك مثل لمحه عامه عن الغضب، كيف الانسان في يكون متوازن برده فعله قدر الامكان، خلينا نقول، او يستوعب او يتدارك يمكن الاغلاط. هي مهاره. مهاره كل ما تدربنا فيها كل ما كنا اكثر قادرين على التعامل معها. نعم. تمام. كل ما اغفلناها للاسف كان فيها فشل في عنا. اكيد هنا بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات، وان شاء الله ما بنشوف حدا متضايق ومزعور هيك. نعم. بنشوف بس بطريقه صح. بطريقه صح، لانه خير الامور اوسطها. بس ما بدنا النوبات اللي كثيره اللي بتجي على نوبات غضب، فهي كثير صعبه على الاشخاص وعلى المحيط. احنا بنتشكرك كثير. شكرا لكم. شكرا لك هناء على وجودك معنا، الاخصائيه الاسريه هناء نيازي، وكان موضوع مهم، يمكن بتمنى كل الاهل يكونوا استفادوا منه وتابعونا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. هلا بنروح على كلية الزراعة بريف حماة، حصلت على تمويل 3 مشاريع من اليو ان دي بي ضمن مشروع قفز. التفاصيل بهالتقرير. حصلت كلية الزراعة في حماة على تمويل 3 مشاريع من اليو ان دي بي ضمن مشروع قفزة، مشروع تربية النبات والأسماك بنظام الزراعة الإحيومائية، مشروع تدوير البقايا العضوية لاستخدامها كسماد عضوي، وزراعة نبات الجوجوبا ضمن ظروف منطقة السلمية. الزراعة هي الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، وتحت هذا الهدف نسعى لتخريج مهندسين خريجين جاهزين للانطلاق في سوق العمل. طبعا مشروع التخرج هو خلاصة عمل 5 سنوات تؤهل الطالب للانطلاق بالحقل وسوق العمل أو للانطلاق باتجاه الدراسات العليا. طبعا للمرة الثانية وللسنة الثانية على التوالي تفوز كلية الزراعة في جامعة حماة بتمويل 3 مشاريع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا المشروع حقيقة مشروع من المشاريع الرائدة والقابلة للتطبيق وذات جدوى جيدة وقابلة للتنفيذ على المستوى الصغير بالنسبة للأسر، فبإمكان هذا المشروع أنه نحقق اكتفاء بهالظروف الصعبة اللي تمر فيها البلد من الحصار، بإمكاننا أنه نحقق اكتفاء للأسرة من البروتين الأسماك، وأيضا من النبات اللي هو غذاء مهم. أهم مشروعين أنا كنت مشرف عليهم، هو أول مشروع هو الفيرمي كومبوست، عبارة عن إعادة النفايات النباتية لاستخدامها كسماد عضوي ذو قيمة عالية. المشروع الثاني هو إكسار نبات الجوجوبا أو شجيرة الجوجوبا تحت ظروف منطقة السلمية، والآن إن شاء الله سوف نبدأ بإعداد مشتل لإنتاج الشتول المؤنسة من هذه الشجيرة. أهمية هذا المشروع تندرج بأهمية اقتصادية، كون بداية الغراس المذكرة نحن رح نستخدمها بإنتاج العلف، بالإضافة لأنه الغراس المؤنسة تنتج زيت طبي وصناعي بيدخل بالعديد من الصناعات، منها صناعة المستحضرات الطبية، مستحضرات التجميل، وهذا الشيء بيأمن دخل
تدخل للمزارعين المناطق المدهورة اللي مو بإمكاني يزرعوا نباتات ثانية بحاجة متطلبات مائية أكبر، كون النبات هذا احتياجاته المائية قليلة، وبلائم مناطق الاستقرار الرابعة والخامسة اللي هي بتعاني من نقص المياه ولا يمكن استثمارها بنباتات أخرى. مشروعنا هو شجرة الجوجوبا، طبعا هو نبات صحراوي منفصل الجنس، عندك الشجيرات المذكرة هي اللي راح تعطينا الأوراق للأعلاف ذو فائدة عالية قيمة علفية عالية، والشجيرات المؤنثة هي راح تعطينا الزيت اللي بيدخل في عدة منتجات. مشروعنا إكسار نبات الجوجوبا ضمن ظروف منطقة سلامية، نحن اخترنا النبات لكون المنطقة منطقة صحراوية وبتعاني من الجفاف، والجوجوبا هو أكثر النباتات اللي بتلاقي بهاي المناطق. مشروع فيه العديد من الفوائد الاقتصادية وبيئية، بيزيد من إنتاجية الأراضي، بيزيد من عائد وحدة المساحة، بيعمل على زيادة خصوبة التربة، بيحسن من قوامة وبيئة التربة، بيعمل على تقليل المخلفات لأنه الديدان بتتغذى عليها، بالتالي بنقلل من تراكمه بالبيئة، بنقلل من التلوث، بيعطينا غذاء صحي خالي من الأسمدة الكيميائية، لهيك نحن بنقلل من استخدام الأسمدة الكيميائية وبيقضي على الآفات الموجودة بالتربة. أما الديدان إلى عدة فوائد، يمكن نستخدمها لتغذية الأسماك، يمكن إنه هاي الديدان نسحقها ونضيفها لمطحون علف الدواجن بيزيد من إنتاجيتي. مشروعنا هو عن إنتاج السماد العضوي، كونه بلدنا بلد زراعي هو بحاجة لمشاريع مفيدة للبيئة وللتربة، هو تم اختياره هذا الأساس، هو طبعا مهم بالنسبة للقطاع الزراعي بسبب استدامته تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية. نحن قمنا بتجربة مبدئية لتربية الديدان وإنتاج السماد العضوي، وشاركنا مشروع قفزة، وتم اختيار المشروع لتطبيقه على أرض الواقع ويصبح مدر للدخل. نحن قدمنا جهد ولاقينا النتيجة، فهذا الشيء كتير كبير، هذا الشيء حافز لنا بأنه نحن نستمر. شعور النجاح شعور حلو لما بتلاقي نتيجة جهدك ونتيجة تعبك ونتيجة الشيء اللي قدمته وحصلت على مردود، إن كان يعني هو مردود معنوي لألنا، هذا شيء كتير كبير وشيء كتير مهم لألنا. بظل الظروف الرهنية اللي عم تواجهها البلاد، نحن محتاجين لهيك نظام بيوفر لنا البروتين الحيواني اللي هو الأسماك، بروتين نباتي، طبعا بيوفر المي بنسبة 90% تقريبا. تعتبر هذه الخطوات رائدة على مستوى جامعة حماة في كلية الزراعة بمدينة السلمية، وهي تعد الأولى من نوعها في تطوير طرق الزراعة. أصدرت مؤخرا نور وزارة التربية قرار بتدريب الطلاب على نظام الامتحانات بطريقة الأتمتة، فهل هناك تغيير جذري بنظام الامتحانات وكيف رح يكون الوضع بالنسبة للشهادات؟ كل هالأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. موضوع مهم اليوم يمكن لكل الاهالي والطلاب اللي عم يتابعونا، تدريب الطلاب على نظام الاتمته، ليش هلا وراح يكون يعني هي بدايه لانه فعلا نشوف الامتحانات الشهاده الثانويه بالاتمته ولا لا؟ صباح الخير لكم، صباح الخير للتلاميذ والطلاب، صباح الخير لجميع من يسمعوني. بالنسبه للعمليه الامتحانية في هذا العام، طبعا وزارة التربية تقوم بتطوير منظومة الامتحانات، ومن خلال علم القياس والتقويم التربوي، وهي خطة عمل بالنسبة لوزارة التربية، وبالتالي من حق المدرسين والمعلمين والأبناء التلاميذ والطلاب أن يتدربوا على أداة من أدوات التقويم التي تستخدم في مختلف دول العالم. في هذا العام طبعا تستكمل وزارة التربية امتحاناتها لدورة 2021 كما هي مقررة سابقا في الامتحانات السابقة وفق المنهجية التي كانت موضوعة سابقا، مع حق لوزارة التربية أن تطور من منظومة الامتحانات كما تراها مناسبة وما ينسب مع المناهج المطورة. من المعروف أن عندما تطور المناهج والمناهج التربوية في جزء منها التقويم، صحيح، وبالتالي عندما يركز هذا المنهاج على نشاط المتعلم تكون عمليات التقويم تخص وتتعلق بنشاط المتعلم أيضا، لأنك أنت قد دربته على كيفية أن يتعلم بذاته. وعندما يكون المنهاج في الطرف الآخر يركز على نشاط المعلم والطالب يكون متلقي، وبالتالي لابد أن تراعي أيضا نظم القياس والتقويم المستخدم ونظم الامتحانات
عم تركز على تلقي هذا المتعلم لهذه المعلومات وفهمها وحفظها في أحسن الأحوال. وبالتالي وزارة التربية شرعت في تطوير مناهجها منذ أكثر من 10 سنوات وهي مستمرة في هذه العملية. بدأت بالتدريب على آلية بناء الاختبارات المختلفة منها الموضوعية ومنها المقالية المقيدة والمفتوحة منذ سنوات، لكن الامتحانات المؤتمتة، طبعا كلمة مؤتمتة هي تصحيح إلكتروني وما على التلميذ أو الطالب إلا أن يقوم باختيار الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة، أو حتى بعض الأحيان يعني يتطلب السؤال أن تكون الانتقاء الإجابة الغير صحيحة، وبالتالي تقوم أنت بتدريب هذا الطالب وهذا المتعلم على كيفية التدقيق في العبارة المعطاة والدراسة التحليلية الدقيقة أثناء اكتساب المعارف والمهارات، يعني مهارة انتقاء الفكرة وتحليل الأفكار والربط فيما بينها. صحيح تكون مؤتمتة لكنها تحتاج إلى عمليات عقلية ومن مستويات مختلفة. الاختبارات المؤتمتة من خلال ما تقوم به وزارة التربية الآن تقوم بتطوير أداء المدرسين في بناء اختبارات مؤتمتة، سواء كانت هذه الاختبارات على الورق أو إذا ما كانت على ورقة خاصة مؤتمتة وتصحح إلكترونيا. وقبل أن تقوم وزارة التربية بعمل أي شيء وتقرر أي شيء تقوم بتجريب هذه العملية، لكنها منذ أكثر من سنوات خلت وهي تقوم بتدريب الطلاب والتلاميذ والمعلمين والمدرسين والأطر التدريسية على كيفية التعامل مع هذه الاختبارات. وبالتالي في هذا العام قمنا في وزارة التربية من خلال مركز القياس والتقويم بتدريب المدرسين في مختلف الصفوف في الحلقة الثانية وفي المرحلة الثانوية على كيفية وآلية بناء هذه الاختبارات التي هي أداة من أدوات القياس التي تحقق الموثوقية والعدالة وأيضا ترفع من مستويات التفكير لدى أبناء التلاميذ والطلاب حينما يكونون على مقاعد الامتحان. وبالتالي لا خوف من هذه الاختبارات، فهي أداة من الأدوات التي تستخدم في مختلف دول العالم. طبعا أيضا تحضيرا للعام القادم واستكمالا لخطة عمل وزارة التربية سينفذ في الفصل الأول اختبار مؤتمت لطلاب الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، للفرع العلمي مادة علم الأحياء وللفرع الأدبي مادة الفلسفة في هذا الفصل الدراسي، وسنقوم بأتمتة هذه الاختبارات وتصحيحها إلكترونيا والوقوف على الجوانب الإيجابية وتعزيز هذه النواة الجوانب الإيجابية والسلبية. إذا ما كانت هناك ثغرات بسيطة أو ثغرات بسيطة نستطيع أن نعالجها بشكل مباشر. بالنسبة عندما للشهادات دكتور. أما بالنسبة للشهادات في هذا العام تبقى كما هي عليه كما كانت سابقا. الشهادات استثنيتوها السنة من الأتمتة؟ نعم، حتى يعني تنجح التجربة. ما هي التجربة قائمة منذ سنوات، لكن أنت لابد أن تهيئ الطلاب الذين سيكونون في المرحلة في مرحلة الشهادات يعني. وبالتالي أصدرت وزارة التربية بلاغها الوزاري تجرى امتحانات الشهادات العامة، شهادة التعليم الأساسي والشرعية والإعدادية الشرعية والثانوية العامة والفرعية الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بمختلف فروعها يعني. وفق منهجية اللي كانت معتمدة في السنوات السابقة، فلا قلق للطلاب أو المدرسين أو المعلمين أو حتى الأولياء، لكن إذا ما تعرفوا على هذه الاختبارات وتعرفوها بشكل مباشر يطمئنوا إلى هذه الاختبارات التي تركز على بأن الإجابة هي معطاة، ما على المتعلم إلا أن يستخدم عمليات حتى يصل إلى الإجابة أو يحدد الإجابة وينقل رمز هذه الإجابة من ورقة السؤال إلى ورقة الإجابة، وهي تحقق نوع من الموضوعية والعدالة والنزاهة أيضا والابتعاد عن الرأي الشخصي حين تكون عملية التصحيح. وبالتالي الإجابة الصحيحة لا يختلف عليها اثنان، فهي الرمز دال أو الرمز بي أو الرمز سي أو دي إلى آخره، وبالتالي تحقق العدالة في التصحيح والسرعة في إنجاز معطيات التصحيح وبشكل مباشر. هي نقطة مهمة أشرت إلى دكتور، يعني كثير بنشوف أحيانا مشاكل بالتصحيح ومشاكل مثلا من خلال مثلا عملية جمع العلامات، هون بتتفادوا هي المشاكل كلياتها، قديش فعليا فيني أعطي العلامة الصحيحة للطلاب وقديش فيني فعلا كمان هيئهم اليوم للدخول كمان
الجامعات، لأنه قسم كبير من الجامعات اليوم عم يعتمد نظام الأتمتة من خلال الامتحانات. هاي التجربة قد شفتوا تفاعل الطلاب مع اليوم؟ طبعا وزارة التربية قامت بالتجربة بهذه التجربة الاختبارات المؤتمتة، وفي بعض المدارس، وأيضا في هذا العام قمنا بتجربة، وفي العام الماضي أيضا قمنا بتجربة الاختبارات المؤتمتة على طلاب مدارس المتفوقين، ونجحنا في هذه التجربة ولم تكن هناك أغلاط. والأغلاط التي كانت ترد هي أغلاط بسيطة، وهي بتضليل رقم الاكتتاب وليس بالإجابات. والتلاميذ والطلاب نعتقد جميعا بأنهم يتعاملون بدقة مع هذه الورقة الامتحانية، لكن وزارة التربية من المعروف عنها بأنها عندما تريد أن تعمم شيء تقوم بتجريب هذا الشيء، وفيما بعد تحصر الإيجابيات وتحصر السلبيات، تعمل على الإيجابيات وتعالج السلبيات، ومن ثم تقوم بالمفاضلة ما بين هذه الإيجابيات والسلبيات إذا ما كانت تحقق مصلحة المنظومة التربوية ومصلحة مواكبة التطورات العالمية في مجال التطوير العملي التربوي. بالنسبة أيضا في هذا العام اختبار الترشح، كان في السنوات السابقة كان هناك جزء منه مؤتمت تنقل الإجابة إلى الورق وتصححها يدويا، وهناك بعض الأسئلة المقالية منها المقيدة ومنها المفتوحة، إلا أن هذا العام اعتمدنا النظام الأتمتة لهذه الاختبارات، اختبارات الترشح، ونجحنا أيضا بهذه التجربة ولم تكن هناك إلا بعض العمليات التضليل البسيطة، وتم تصحيحها مباشرة قبل إدخال أي عمليات تصحيح أو عمليات تنفيذ. هيكون لأي عمر داخل نظام الأتمتة؟ بأي صف وبأي عمر، ولا هناك صفوف محددة؟ يعني في أعمار صغيرة رح تفهم نظام الأتمتة الحل فيها؟ عندما تقوم بتدريب التلميذ أو الطالب، ونحن التجربة يعني شرعنا بهذه التجربة منذ سنوات، وقلت بأن السنة الماضية اعتمدنا بنظام القبول في مدارس المتفوقين، وكنا قد نجحنا، وهم طلاب في الصف السادس ونجحوا إلى الصف السابع، وبالتالي هم من الحلقة الأولى ونجحوا إلى الحلقة الثانية، ومن التاسع كانوا من المقبولين في المرحلة الثانوية، وأيضا نجحنا في هذا الاختبار. وفي هذا العام أيضا فيما يتعلق بمدارس المتفوقين وبنظام القبول وفقا الاختبارات المؤتمتة واختبار الترشح، عندما تدرب الطالب أو التلميذ مهما كان عمره صغيرا على ما هو المطلوب منه منذ بداية العام الدراسي، تستطيع أن تصل إلى النتائج التي كنت قد خططت لها، لأن وزارة التربية تعمل وفق خطة استراتيجية، يعني لا تأتي تقول مباشرة هذا الاختبار مؤتمت ولم تقم بعملية تدريب. وبالمقابل يعني البند الثالث من التعميم الذي أصدرته وزارة التربية الاستمرار في تدريب المدرسين على كيفية بناء الاختبارات المؤتمتة، يعني لم تتوقف هذه العملية أيضا تحضيرا، يعني تهيئ الطلاب والمدرسين بنفس الوقت لهي العملية، قديش اليوم قادرين لها؟ بالمستقبل ممكن نشوف الشهادات نظام الأتمتة داخل حسب التجربة وحسب هي التدريبات. زميلتنا الكريمة، بالنسبة للاختبارات المؤتمتة هي عدة أنواع وليس نوع واحد. صحيح. بعض الأحيان عليك أن تطلب الإجابة الصحيحة إجابة واحدة، وبالتالي هذا نوع من أنواع الاختبارات المؤتمتة، وبعض الأحيان تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة وعليك أن تختار الإجابة الأكثر دقة والأكثر صحة، وهناك أيضا مجموعة من الاختبارات لا بد أن نقوم بتدريب المدرسين على كل أنواع هذه الأدوات وكل أنواع هذه الاختبارات التي لا بد أن يكتسبوا كيفية بناء ومهارة بناء هذه الأسئلة وصوغ هذه الأسئلة وكيفية طرحها في الغرف الصفية. وبالتالي الدورات التي تجريها الآن وزارة التربية من خلال مركز القياس والتقويم هي تحقق ثلاثة أهداف. الهدف الأول تقوم بتدريب المدرسين والمعلمين، ومن ثم لهؤلاء الزملاء من المدرسين والمعلمين يقومون بنقل هذا التدريب إلى مدارسهم، وانعكاس الهدف الثالث هو انعكاس هذا التدريب وهذه الاختبارات وكيفية بنائها على الشعب الصفية والغرف الصفية التي يقومون بتدريسها. وبالتالي لا خوف من أن يتعلم التلاميذ أو لا يتعلم، لأن سنصل إلى جميع الطلاب وجميع التلاميذ وجميع المدرسين وبيسر وسهولة. نعم،
يعني قلت لنا دكتور انه الكادر التدريسي كمان حيكون في تدريب له على نظام الاتمته وحتبدو فيها تقريبا بصفوف معينه شهادات لحتى ياخذوا على نظام الاتمته، فخبرنا عن اليه تدريب الكادر التدريسي قبل ما نختم حديثنا. طبعا منذ بدايه شهر 11 تم تدريب الموجهين الاختصاصيين من خلال كيفية بناء الاختبارات، لكن التدريب المنهجي والذي يتعلق بأتمتة الاختبارات كان بدورة مركزية أجرتها وزارة التربية ممثلة بمركز القياس والتقويم، استدعت مجموعة من المدرسين من ذوي الخبرة ودربتهم على كيفية بناء هذه الاختبارات ووضع نموذج لكل مادة من هذه المواد وتعميمها على جميع مديريات التربية وعلى جميع المجمعات والمدارس، وطلبت في تعميمها وزارة التربية من المدرسين والمعلمين أن يبنوا الاختبارات ويرسلوها إلى وزارة التربية كنقطة أولى في عملية التدريب. ومن ثم ذهب هذا الفريق المركزي الذي تدرب إلى المحافظات وقام بالتدريب الفرعي على مستوى المجمعات ومستوى المدارس، والآن تستكمل هذه العملية التدريبية. نتمنى لكم اكيد التوفيق بالتدريبات اللي عم تقوموا فيها بشكل مستمر، وبدنا نوجه لكم تحيه كثير كبيره على الجهود اللي عم تقوم فيها وزاره التربيه ضمن الظروف الاستثنائيه والصعبه اللي عم تمر فيها البلد. معاون وزير التربيه الدكتور عبد الحكيم حماد، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، خطوه جديده ويمكن جديده ومهمه كمان بالنظام التعليمي والتصليح بما يخص الطلاب، ان شاء الله موفقين يا رب. شكرا لكم، شكرا للاخباري للاهتمام بشان التربوي. شكرا لك. لهون زينب بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، حاولنا خلال ساعه من الوقت نكون خفاف على قلبكم، ان شاء الله نكون قدمنا لكم معلومه مفيده، وبالختام دائما بنذكر التحيه الاكبر لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. أكيد نور نهارنا خلص، أكيد صباحنا بكثير من المعلومات إن كانت على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد التربوي، إن شاء الله قدمنا لكم نكون الفائدة والمتعة. بالنهاية والختام بدنا نشكركم على انضمامكم ويمكن مشاهدة صباحنا غير، وأكيد لا تنسوا تتابعونا إذا ما قدرتوا تتابعونا الصبح أكيد الساعة 1 بالليل. وبالختام الشكر الأكبر لمطعم بابيلتو على استضافة صباحنا غير، أكيد بكرة بنلاقيكم الساعة 9 صباحا. باي باي.